Today, the greatest single source of wealth is between your ears. من أكتر المواضيع حساسة عند الناس هي الفلوس. محدش بيقول للتاني هو بياخد كام أو بيكسب كام أو حتى هو بيجيب فلوسه منين. في الحلقة دي هنتكلم فيها على إيه أحسن طريقة ممكن تكسب بيها فلوس. بس قبل ما نتكلم على الطريقة، خلينا الأول نتكلم على إيه أكتر المشاكل اللي الناس بتواجهها بخصوص الفلوس. أول مشكلة ممكن نتكلم عليها هي الثقافة العامة. ومن معنى الثقافة العامة، فدي حاجات أو أفكار أو عادات الناس بتعملها وبتعلمها البعض وبتصبح جزء من الثقافة. وأول مشكلة أعتقد في الثقافة العامة هي نظرة الناس للفلوس. أكيد الفلوس جزء أساسي من حياتنا، بس اللي أكيد إنها مش جزء أساسي من سعادتنا. بمعنى مش أحسن بيت ولا أحسن عربية ولا أحسن أي حاجة هتضمن لك السعادة الدائمة، هتنبسط بيها فترة وهتدوب بعد الزمن. عشان كده في ناس كتيرة غنية بس تعيسة. السعادة مش موضوع حلقتنا، لكن الفكرة هو أن معظم الناس لما بيجي في بالها الفلوس بتفكر على طول هي إزاي ممكن تصرفها. ولو أنا قلت لك هتعمل إيه لو معاك مليون دولار، هتلاقي إن عندك مليون فكرة إنك إزاي تصرفها، بس أفكار أقل بكتير إنك إزاي تستثمرها. ونرجع نقول إنه ما ينفعش نلوم نفسنا، لأن هي دي أكتر الأفكار المتداولة، أو بمعنى أصح هي دي الثقافة العامة. تاني مشكلة هي الجهل العام في التحكم في الفلوس. من وإحنا صغيرين وإحنا بنتعلم إزاي ممكن نكون دكاترة أو مهندسين أو مش فاكر يعني، لكن الفكرة هو إنه محدش كان بيعلمنا إنه إزاي نتحكم في الفلوس. ولو فكرت فيها فهي كل المهن والوظائف غرضها الأساسي هو كسب الفلوس، فليه ما تعلمناش إزاي نعمل فلوس بدل المرمطة دي كلها؟ طبعا أنا ما عنديش حاجة ضد الدكاترة أو المهندسين أو أي حد من أصحاب المهن والوظائف، ولو لهم ما كانش هيبقى فيه فلوس من أساسه، لكن الفكرة هو أنه تعلمنا كان منحاز لأنه إزاي ممكن نكون موظفين ونفضل موظفين. ويمكن الدرس الوحيد اللي تعلمته وأنا صغير بخصوص الفلوس هو أنه أحوش مصروفي عشان أجيب اللي أنا عايزه. وقد ما الدرس ده كويس لتعلم الطفل المسؤولية، قد ما هو الدرس اللي علمنا ازاي نحوش عشان نصرف. ودي تدخلنا في المشكلة الثالثة. المشكلة الثالثة والأخير، عشان مش عايزين نفضل بس نتكلم عن المشاكل، عايزين نتكلم عن الحلول. في كتاب روبرت كيوساكي المشهور Rich Dad Poor Dad، قال جملة عجبتني جدا: Don't work for money, make it work for you. بمعنى ما تشتغلش للفلوس، خلي الفلوس هي اللي تشتغل. في الغالب بتلاقي الموظف بيشتغل بالساعات والأيام والأسابيع والسنين، بيبيع وقته قصاد الفلوس، وأول ما بياخد مرتبه بيدور على كل الطرق الممكنة اللي ممكن يصرف بها فلوسه. وحتى بياخد ديون، بيصرف من الكريدت كارد أو ياخد قرض شقة أو عربية جديدة أو. والطريف إن كل ما زاد مرتبه زادت الديون ومصاريفه، فبالطريقة دي بيفضل طول عمره شغال للفلوس. طبعا إحنا لو فضلنا نتكلم عن المشاكل بس، فاحنا ممكن نقعد بالساعات بنتكلم بس عن المشاكل، بس انا حبيت اوري قد ايه في نقص في الوعي عندنا في المجتمع بخصوص الفلوس. ويمكن زي ما قلنا فدي بسبب ان ده موضوع حساس الناس ما بتتكلمش فيه، او بسبب تعليم اتعلمناه او ثقافة ورثناها او كل الحاجات دي مع بعض. المهم احنا مش بندور على حد نلوم، احنا بس عايزين نحل المشكلة. في الاول خلينا نتكلم على وسائل الدخل. من معلوماتي المتواضعة لقيت ان معظم الناس بتكسب فلوسها بطريقة من الثلاث طرق دول. اول طريقة هي التوظيف، وزي ما قلنا فده شخص بيبيع وقته قصاد الفلوس، ويبدأ حياة التوظيف من بعد سن التخرج، ومش دايما بيشتغل في المجال اللي اتعلمه. تاني طريقة هي الاعمال الحرة، ودي من معنى الكلمة فهو اي حد بيكسب فلوسه بنفسه، يا اما بيزنس بيملكه او حتى شغل الفريلانسنج اللي بقى مشهور قوي الايام دي. تالت طريقة فهو الحرام، وده بيبدأ من اللي بيسرق الشبشب قدام المسجد للي بيسرقه البلد كلها. اللي أنا عايز أتكلم عليها أكتر هي الأعمال الحرة. من أشهر الأفكار عند الناس بخصوص الأعمال الحرة هو أنه مجال أكتر خطورة من التوظيف، ده لأنه في المجال ده معظم الناس بتخسر فلوس في مرحلة في حياتها، فمنهم اللي بينجحوا ومنهم اللي بيفشلوا، وهي دي طبيعة الأعمال الحرة. أما التوظيف فهو مجال آمن لأنك معتمد على مرتب مستمر، لكن ما عادش هو ده الوضع بخصوص الوظيفة، لأنه أي موظف النهاردة على عكس زمان معرض انه يخسر وظيفته، ده لانه الموظفين بقوا اكتر من الوظائف الموجوده. ويمكن دي بسبب الحروب اللي في المنطقه او زياده التعداد السكاني اللي مش ماشي مع النمو الاقتصادي او اسباب تانية انا ما اعرفهاش. في الناحيه الثانيه الاعمال الحره بقت امن واوسع من قبل كده، وده بسبب انفتاح العالم على بعضه وزياده انواع الفرص المتاحه. الاعمال الحره زي اي طريقه مكسب اتكلمنا عليها بتيجي باشكال وانواع مختلفه.
في منهم اللي بيملك مشروع أو مصنع أو شركة، وفي منهم التاجر اللي بيشتري حاجة بسعر وبيبيعها بسعر تاني. التجارة اتطورت كتير على مدار السنين اللي فاتت. كان زمان التاجر بيسافر على الجمل بتاعه بالأيام والشهور، بياخد حاجة من حتة ويبيعها في حتة تانية. لكن التاجر النهاردة بقى ممكن يشتري أي حاجة من سلع أو عملات أو مواد خام أو أسهم بمجرد تكة زرار، أو هم حتى تكتين، تكة بيشتري بيها وتكة بيبيع. التاجر النهاردة ما عادش محتاج راس مال كبير عشان يبدأ يكسب، بل بمجرد $1,000 أو حتى $50 زي في سوق العملات ممكن يبدأ. طبعا أنا ما بقولش إنك تبدأ $50 أو حتى تفتكر إن $50 هم اللي هيغيروا حياتك، لكن القصد هو إنك تقدر تبدأ بمبلغ صغير وحتى لو لغرض التعليم. التجارة أو التداول بمعنى صح بقت من أشهر الطرق اللي الشباب بيكسبوا بيها فلوس النهاردة. دي لأنها ما عادتش محصورة للأغنياء، وبقت متاحة لكل الناس في أي مكان وفي أي وقت. زي ما مكتوب في عنوان الحلقة، ده طريق، وطريق مش قصير. وزي ما اتعلمت شهادتك في 4 أو 5 سنين وبعد ما اتخرجت كان لسه في كتير هتتعلمه، لازم تتوقع انك هتحط مجهود في تعلم التداول. دي مش طريقة لو عايز تكسب بيها فلوس بسرعة او بدون مجهود، لانه مفيش طريقة كده، او على الاقل انا معرفش طريقة كده. عشان يبقى عندك برضو خلفية للي ممكن تتوقعه من التداول، في ناس عرفت تغير حياتها في مجرد 6 شهور، وفي ناس عملت اكتر من $1,000,000 في اكتر من 2 سنين، وفي ناس عمرها ما نجحت. لكن الميزة في الطريقة دي وبالذات التداول عن أي طريقة تانية هو أن الخبرة والمعلومات بتساوي فلوس أكتر، مش زي الوظيفة اللي مش شرط بتمشي بنفس المعادلة. فممكن جنسيتك أو مديرك أو الشركة اللي انت شغال فيها أو غيرها من عوامل كتيرة برة سيطرتك هي اللي توقفك من تحقيق أحلامك. طبعا المعادلة مش بالبساطة دي، لأنه في الأول وفي الآخر الأرزاق بيد ربنا، بس زي ما تعلمنا، من جد وجد ومن زرع حصد. لو جاهز تبدا الطريق وتغير حياتك كتير في الفتره الجايه، اشترك معانا على قناه اي تريدز. هنتكلم فيها عن كل حاجه هتحتاجها للتداول من الالف للياء.